مباراه الزمالك ودريمز الغالي. طبعا المباراه انتهت 0-0. طبعا اخواتنا الزمالكاويه لما النادي الاهلي اتعادل مع مازيمبي هناك في الملعب اللي شبه علبه الكبريت والجماهير اللي حواليك اصلا تحس ان الجماهير هتلعب معاك جوه وارضيه الملعب اللي زي الزفت، طلعوا اتريقوا على النادي الاهلي، قال لك النادي الاهلي كبير افريقيا، هو ده بعبع افريقيا، هو ده النادي الاهلي مش عارف يكسب مازيمبي. مين مازيمبي ده؟ مازيمبي ده واخد 5 بطولات افريقيا، انما انت النهارده بقى في وسط ملعبك وفي وسط جماهيرك ملعب من افضل ملاعب في افريقيا مش عارف تكسب فريق زي ده، فريق اول مره نسمع عنه، فريق اول مره انت تلعب معاه، فريق ترتيبه في الدوري بتاعه ما عرفش ال 13 ولا ال 15، عنده 31 نقطه، انت مش عارف تكسبه، طالع 0-0 ومش عايز نطلع اتريق عليك، ده انا هتريق عليك وهتريق عليك وهفضل اتريق عليك من هنا لبكره، لحد ما تروح تلعب هناك وتطلع ان شاء الله من هناك، ايوه تطلع من هناك، لان البطوله دي من اضعف البطولات في افريقيا، الكونفدراليه ما فيهاش فريق قوي، حتى الفرقتين الاقوياء هيلعبوا مع بعض النهارده الساعه 9، اتحاد العاصمه ونهضه بركان، انت مش قادر تكسب فريق اسمه دريمز، اول مره نسمع عنه، فريق ترتيبه في الدوري بتاعه في اسفل الدوري بتاعه، وطلعت اتريقت عليا لما اتعادلت مع مازيمبي في ارضه على الملعب اللي شبه علبه الكبريت ده، اتعادلت معاه 0-0 مع انها نتيجه ايجابيه ليا، انما بقى انت 0-0 في وسط ملعبك وفي وسط جمهورك وطبعا مفكر نفسك عملت حاجه، لا يا حبيبي انت ما عملتش حاجه، يا حزين انت هتطلع، انت هتطلع من هناك، فريق زي كده والله ما عارف يلعب عليك كوره، ما عرفش يلعب عليك كوره، كان بيدافع، هتروح هناك هيتحط عليك وهتطلع ان شاء الله، يعني انت مفكر انت هتكسب البطوله دي يبقى قابلني، بس كده يلا سلام.